إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله درس التناسبية 3، السعر والفائدة، رأس المال، السعر والفائدة. إذن حتى نفهم هذا الدرس جيدا، سأعطيكم مثالا بسيطا قبل أن نمر إلى القواعد وتطبيق القواعد. قلنا مثلا، نعطيكم مثال. مثلا عندنا أحمد، ياك عنده مثلا 100 درهم، ياك، وصاحبه يوسف، ياك صاحبه صديقه يوسف يعني أراد أن يقترض منه 100 درهم، ياك، يعني قال له أنا محتاجها، أعطي لي 100 درهم، ياك، وأنا سأرد لك بعد أسبوع ب120 درهما. أعطاه داك 120، زاد 20 درهم غير باش يقنعو، باش يسلفها ليه. إذن هذا غادي يعطيها، غادي يعطيه 100 درهم، لاخر غادي يردها له ب120 درهما، ياك. إذن هنا هذا المبلغ الأساسي يسمى رأس المال، رأس مال، ياك. وهاد 120، لاحظوا شنو فيها هاد 120؟ فيها 100 درهم اللي هو الرأس مال، ياك، زائد 20، هاد 20 تسمى الفائدة. وهذه العلاقة التي يعني جمعت أحمد ويوسف هي العلاقة التي تجمع يعني الأفراد بالبنوك، سواء أخذوا من البنك أو وضعوا في البنك. إذا أخذوا من البنك فهم يأخذون، بحال كتمشي عند البنك كتقول لها سلفني، بحال دار يوسف كتقول لها وغير أعطي ليا، وأنا كتقول لك البنك الشرط اللي عندي هو أنني راه أنا غادي نعطيك ولكن بفائدة، ما غاديش نعطيك فابور، غادي تعطيني، غادي نعطيك الفلوس تقضي بهم الغرض ديالك، ولكن انا راه غادي ترد ليا هذا الشيء بفائده. واضح؟ الفائده يعني زياده محدده كيحددها البنك، واضح؟ في كل مده زمن يعني خلال سنه، كتعطيه كياخذ منك واحد المبلغ اضافي، ياك. عاوتاني نفس الشيء، حتى اذا وضع الشخص مبلغا من المال هو يعني سلف البنكة، بحال هو سلف البنكة، كتاخدو من البنكة كتقضي بهم الأغراض ديالها ولا كتسلفهم زي الواحد آخر، فهي عاوتاني ملي كيحط عندها الفلوس المواطن فهي أيضا وكأنه أقرضها، عاوتاني ملي كيجي ياخدهم فهو يأخذهم بفائدة، إذا هذا يعني بصفة مصغرة هي واحد الشخص كيسلف لواحد الشخص وكيقول له بالحق من جيتي ترد ليا غترد ليا بزياده قدرها كذا. اذا هنا هذا المبلغ قلنا اللي رد يوسف فهو يتكون من راس المال زائد فائده، والفائده بالنسبه للابناك فهي محدده بسعر، السعر هو الذي هو تلك النسبه المئويه التي تحدد الفائده، تسمى بالسعر، اذا هنا درت لكم واحد التعريف مبسط. الرأس المال هو مبلغ من المال في ملك فرد ما ويمكن أن يودعه في البنك، هذا هو التعريف ديال رأس المال. رأس المال هو واحد المبلغ، ياك، عند واحد الشخص بغى يحطه في البنك أو يأخذه من البنك. ممكن يكون واحد المبلغ من المال محتاجه واحد الفرد ما غادي ياخده من البنك، حتى هو كيتسمى رأس المال. السعر، شنو هو السعر؟ السعر هو النسبة المئوية التي تحدد لنا نسبة الفائدة السنوية. السعر هو اللي كيحدد لنا هذيك الفائدة السنوية شحال هي. هو واحد دائما السعر كيكون كتكون فيه كيكون بالمئة، كتكون هو نسبة مئوية. ثم الفائدة السنوية هي ذاك الربح الذي يقدمه البنك أو يأخذه البنك، بحال يقدمه البنك أو يأخذه البنك، قلنا للفرد الذي وضع رأس مال بسعر محدد، واضح؟ إذا الفائدة السنوية هي ذاك المبلغ اللي كياخدو إضافي، كياخدو البنك إلا كان هو اللي عطاك الفلوس، أو كياخدو الشخص إلا كان هو اللي حط الفلوس، واضح؟ إذا هذه هي المصطلحات المستعملة في هذا الدرس، ياك.
حاولت أن أشرحها لكم وأن يعني أوظفها يعني بطريقة مبسطة حتى تفهموا قبل أن نمر إلى وضعية الانطلاق أو المسألة التي ستشرح لنا الدرس أو التعامل مع الدرس أكثر. واضح؟